شكرا كثيرا. ترحب بجميع الناس الممثلين الجمعيات والمجتمع المدني، وترحب بالمنخرطين، واسمحوا لنا المنخرطين ديالنا اللي عطلناكم وصعدناكم، اسمحوا لنا الله يجازيكم بخير، وهذا كل شيء يكون على خير ان شاء الله لنا ولكم. باسم مكتب جمعيه فضاء الاشخاص المعوقين اللي بهذه المناسبه تنشكر جميع الجهات المعنيه اللي تعاونت مع هذه الهيبه، توصلت من الدعوه الوطنيه ومن السلطات ومن وزاره الخارجيه وجميع الجهات المعنيه، وعلى راسهم السيد عامل صاحب جلاله الاقليم تارو دانتان. نشكر كل الشكر بزاف تا هو الدعم ديالو لجمعيه فضاء الاشخاص المعاقين والدفاع ديالو بزاف لهذه الفئه اللي هي فئه زعما الحمد لله تتحسن بزاف الصوره ديالها باولى التيمه. بكل صراحه نتمنى الله تعالى من الناس المسؤولين من الناس اللي معنا يكون ان شاء الله واحد التعاون، بان جميع ان شاء الله فضاء الاشخاص المعاقين مقبل على المشروع ان شاء الله اللي غادي يدار حي الشرطه بجهد الله تعالى، الى كمل الله تعالى مع الاخوان تاع جمعيه السلام ان شاء الله اللي غادي كما في السيد رئيس باشا مدينه ودوله التيمه والناس، بان غادي يدير مشروع يكون في الصوره ديال الشخص المعاق باولى التيمه، ما يعطي واحد المثال في المغرب كله بجهد الله تعالى. يتعاونوا معنا جميع الجهات المعنيه، انا تنقدم اليد ديالي وجميع هاد الناس يتعاونوا معنا في هذه المساله باش نمشيو ان شاء الله بعيد، باش بان تتشوفوا واحد الاغلبيه ديال الاشخاص المعاقين هما حاضرين معكم هنا. الا تتحسوا تتشوفوا بان راه اغلبيه الاعاقه ديالهم باش وصلوا هذه الحركه اللي هي خايبه بزاف، بان ما كاينش الترويض، ما عندناش الترويض في ولاد التيمه ولا في بان حتى المستشفى ديال ولاد التيمه ولا ديال تاروده الاكادير، ما كاينش ديك الالات اللي تساعدوا المعاق باش على الاقل الا ما تكون عنده الاعاقه 100% تتكون عنده على الاقل واحد 60% ولا 50% ولا 40%، بان تيتعاونوا مع داك الشيء ديال الترويض، تيتعاونوا بالحركات. دابا راه معنا امهات هنا تتعذبوا بان هذا الشيء تنقول راه عايشين امهات مع الابناء ديالهم. بغينا ان شاء الله يكون السونتر في مستوى في حي الشرارده ان شاء الله، اللي ان شاء الله يكون فيه السونتر هادشي ديال الترويض، وغادي يكون فيه ان شاء الله هادشي ديال سميتو التكوين، وغادي يكون فيه ان شاء الله كاين مخطط مزيان ان شاء الله غادي نبرمجو اذا كمل الله تعالى مع الناس تاع جمعيه السلام بالمانيا. والحمد لله راه هذا مجهود كبير، بان تحت رعايه صاحب جلاله محمد السادس نصر الله واياده، اللي هو الاول اللي تيهتم بالشخص المعاق وتيعطيه رعايه بزاف، اللي نتمنوا حتى حنا جميع الجهات المعنيه دير ايدينا في هذه الجمعيه اللي هي جمعيه ان شاء الله بان تنشكروا على السيد رئيس الجمعيه السيد الحاج رشيد بسيط على التعاون ديالو والمجهود ديالو تيبذل باش يدخل واحد السعاده والفرحه على هذه الفئه اللي الحمد لله من نهار بكل صراحه من نهار تواجد معنا الحمد لله الجمعيه تحركت وغيتحرك ان شاء الله لقدام بزاف. بهذه المناسبه باسم جميع مكتب جمعيه فضاء الرعايه الاشخاص المعاقين تنشكر السي ادريس، تنشكر جمعيه السلام، تنشكر الوفد اللي جا معاه اللي خلاو الخدمه ديالهم وخلاو المتاعب ديالهم وخلاو وليداتهم وجاو مقابل هذه الفئه باش يتعاونوا معها. وكما درنا مع الوفد ديالو يامس كما جا تما شافوا هذه الارض اللي ان شاء الله قال لك غادي يكون واحد المجهود كبير ان شاء الله، نتمنى الله حتى يتحقق. والجهات اللي في البلاد ديالنا توقف معنا في هذه المسائل، وما نعاود نشكر بزاف اداره التعاون الوطني والسيد عامل صاحب جلاله على اقليم تارودان والتصفيقه بالسيد عامل والناس